الحمد لله رب العالمين. رايح دلوقتي الدقي علشان النهارده ميعاد التريننج المفروض. الف الف مبروك يا محمود. انا عارف ان انا قلت لك كده 3 مرات بس ما صورتش. انا لو انت عارف كويس داخل على فتره كبيره اهو ومقتنع لسه عمرو صديق لسه ما جاش. اكيد بيصلي الصلاة نازل تاني. طلع الشنطة. مش عنديش فكرة بشتغل ازاي. ايه الحيوان طلع ده؟ ايه اللي حصل؟ العربية وقفت منك؟ فيه على المحور. ايه ده؟ طب مبدئيا اللي انا هقوله ده كله موجود على الانترنت وعلى الموكس. وانا بقول كده ليه؟ عشان كان كل واحد بيجي يقف مكاني كده ويشرح يقول ايه لو عندي دماغه وعايزة على الجاهز من غير ما انا اتعب شويه وادخل اذاكر. تمام؟ اكتر واحد هنعمل ايه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ في ناس بتمتحن. احنا هو انا قلت لي فاين هو مش سلام يا صديقي. سيبك وامشي. ايه رايك يا لطفي في التريننج؟ ايه رايك في التريننج يا لطفي؟ التريننج حلو. انا 5 دقايق يا فلوكا. اوبا دي مفاجاه سعيده. احنا اتشهرنا خلاص يا جماعه. الصدفه المزريه دي. المزريه دي حاجه وحشه صح؟ اه. ايه ده؟ الله زي ما انت الفلوج الجديد عن ايه؟ يلا احنا كده اتصورنا كلنا صح؟ انا كنت شريف كده. احنا 2 كده. احنا تمام؟ تمام. دقنك دي لازم تغمقها. ايه رايك في التريننج النهارده؟ جامد جدا يا جدعان. طب وايه رايك يا لطفي؟ انت جيت متاخر. حلو. انا جيت فيدباك. هو انا اصلا فكره المكان ده جميله جدا الصراحه. هو ابدع ما شاء الله عليه. لا هو اتحمس وقال لي انا عايز ما ينفعش اعمل ساين اب وبتاع وادي كمان انا كورس فعلا؟ والله عاش جدا يا لطفي. يا جماعه لطفي هو اصلا مصدر السبورت اصلا. يعني هو اصلا اللي لنا لازم تروحوا ولازم تخوضوا التجربه. فين حق السبورت ده؟ طيب فين حق؟ هاكل دلوقتي سندوتشات شاورما. عايز اكل يا عم. ما بيحبنيش في الاكل. نفس الساعه مايم في ام تي ام. اكتر لون بعشقه في حياتي التركواز ده. بقول لكم يا جدعان تعالوا كده نعمل التشالنج. انا لو وصلت المليون سبسكرايبر هنعمل ولا هعمل؟ هنعمل ايه احنا الثلاثه؟ مليون سبس ننط من فوق برج القاهره. طب يلا بينا ناكل الاول. يلا سمسمه. جبت حاجه بالفلوس يعني؟ اه يا ابني حسبت الميكانيك يا ابني صرفت 400 جنيه. فرنساوي يا عم. فرنساوي. بص البتاع يا ابني وش يا ابني تعمل ايه؟ طيب ايه البتاع اللي طويلة جدا؟ قال لك ايه؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ فرنساوي. يا راجل الكل استمش. ايه يا عبد الله؟ الايفنت كان الحمد لله جميل. اتكلمت كده عن بوينت كنت محتاج ان انا اسمعها اصلا طول عمري، ان انا اقسم شغل المجال ده بيبقى عامل ازاي. لان انا اول ما دخلت في المجال ده كنت تايه جدا مش عارف انا هشتغل ازاي. قعدت سنه بتعلم وسنه تانية بدور طب انا هتخصص ازاي. بعد كده اكتشفت ان كل حته ليها شخص واحد بس اللي بيعملها، فمحدش بيعرف يحكي عن التجربه غير اللي بيعيشها بجد. فانا حاولت النهارده اقصر عليهم المسافات دي جدا، واظن ان شاء الله ان هم يكونوا ان شاء الله ما ضيعوش وقتهم واستفادوا. قدرت يعني ان انا اوصل ازاي بالحاجات البيزك دي
ممكن يبداوا يشتغلوا ويبقوا فاهمين في السوشيال ميديا والمجال نفسه. عمرو ولطفي بيجيبوا حبل العربيه عشان نقطرها مع المحور ان شاء الله يلاقوا باذن الله. ها عمرو سدي يا حبيب قلبي، طب انت مش هتاخد الباقي بتاع الميكانيكي ده اللي ثبتنا 90 يوم؟ مش هديني باقي يا عم، اروح اقول له لا لا عارف ليه؟ لان البليه مش مظبوطه ومش عارف ايه، لكن انا شغلي 100% مفيش حاجه. يقول لي المرفد، يقول لي عمرو بقى مش هنسوق بقى، عمرو بقى مع بعضينا مش هنسوق. الجريمه اللي انت عملت عليها في الناس دي، قلت له يا عم تسوق ليه؟ انت محتاج الاول تبقى بتقدم خدمه ممتازه، يعني اعتمد الاول على الزبون اللي بيجي لك يجي لك تاني. عبد الله انا هرشه بسبب الكاميرا والله. لا ما تقلقش، انا بجد المهم جبت حبل غسيل. جبت حبل غسيل لا رحت بقى قالوا لي حبل غسيل وبتاع، اقول له عايز اقطر بيها عربيه، لا 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 العربيه دي لازم تضطر تروح لبنزينه. بنزينه بقى وسلبه بقى وشغل بتاع 500 جنيه سلبه لو سمحت. نفسي في شاي. يا حبيبتي يا قوي معاك. كانت رجلي اتحرقت. عايز عمرو. بسم الله. بسم الله. كايا اتحسدت يا صديقي. اه والله يا صاحبي. كايا. قلت لي خفت وجبناها من المستشفى، طلع الدكتور مديها ابره غلط. اه جالها سرطان. جالها سرطان في العجل. انت مضطر تستأصل. لا يا عم ان شاء الله خير. يعني هو مدي شويه شمال وبرده داخل فاهم عايز يلحق. وحش. عشان احنا مؤدبين. لا 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 حسن. العجلة بس هي اللي فكت. العجلة طلعت من مكانها يعني؟ ليه؟ البس عدالة عشان السيفتي والأمان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ده كام؟ ربنا يبارك لك يا رب. فين الونش؟ الونش هيجي بقى هنتكلم. اللي احنا فيه ده مشكلته في الفلوس بتاعته بس. فلوس يا جماعه 300 جنيه عشان الونش يتحرك. ما حسسني المزنزر هيطلع من تحت الارض. الونش اللي ما بيتحرك، ما هو يعني ما بيتحركش يعني هو الونش مش بيتحرك اصلا يعني ولا ايه؟ لا وبعدين الونش في حاله كينونه على طول، مش فاهم يعني ايه الونش يتحرك. بيئه كايا يا عمرو خلاص يا ابني. مش ذنبك، مش ذنب كايا، مش ذنبها والله يا عمرو. انت طول ما انت حنين معاها كده هي هتقعد تبهدلك كده في الشارع. ما ينفعش ان انا يعني ينفع انا وانت نتخانق؟ هو انا جاي لك ايه يا عم الواد المقرف ده ومسايبك وماشي؟ لا وبيعك كده واروح اجيب واحد صاحب غيرك؟
لا خلاص هو ده نفس الكلام اللي انا لازم اعمله مع كايا، لان كايا بتشيلني زي ما انا بشيلها، هي دلوقتي محتاجاني اشيلها فانا هشيلها. عشرة جنيه. 10,000 جنيه؟ نعمل عملية تجميل لكايا. يا جماعة برعوا يا جماعة برعوا. 20,000 جنيه بالمرة. تحب تقول في اللحظات ال... زعلان جدا. عمرو عايز جدا. أنا بحاول أعمل سلطة فواكه. بس ما تقولش بحاول، أنت أوريدي عملتها. الله عسل كتير. كفايه عشان المعلقه ما تلزقش. عملنا بنوع ال لا حلو عبد الله. هنا اللي عملنا ايه؟ خط العسل كان رفيع، هنا خط العسل كان تخين، هنا بقى خط العسل كان صغير كان رفيع. فبيعمل ايه بقى لو هنلاحظ؟ عبد الله انا ليا كومنت صغير بس. هتلاقي السنس عبد الله ليا كومنت بتاع ثانيه واحده. السنس شايف سنس اللمع شايف؟ فاهم حاجه؟ انا مش فاهم، انا عايز اكل. بعد يوم تعب طويل ها، دي بتبقى اللحظه اللي بتنسيك كل حاجه في الدنيا. فاللحظه دي ما تستناش من حد، اعملها انت. لحظه لما تاخد المرتب بالظبط. لحظه المكافاه الذاتيه. حسب ايه؟ امبارح النهارده عمري اكتر حاجه كانت ملفته بالنسبه لك ومفيده. لما عبد الله قال لي ان احنا لما حطينا في مشكله يعني كان ده اختبار من ربنا، وان هو كان يعني كل اللي علينا ان احنا ان ربنا يشوفنا هنتصرف ازاي في الاختبار ده. فبس فانس ان انت تقول الحمد لله كده انت عديت الاختبار ونجحت فيه، وبس منتظر من ربنا بقى ان هو يجزيك خير ويشيل من عليك الهم بتاع الاختبار ده. دي حاجه اتعلمتها النهارده.